فيما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية صدر اليوم الثلاثاء، ونستهلها بيومية أخبار اليوم التي كتبت: كشف تقرير صندوق المقاصة الصادر خلال يونيو الجاري عن تسجيل تراجع مهم في مبلغ الدعم لقنينة غازي الطهي من حجم 12 كيلوغراما بنسبة تصل إلى 48% مقارنة مع شهر مايو الماضي، وبنسبة 46% مقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية. أما يومية المساء فذكرت على بعد يومين من انتهاء المرحلة الثالثة من حالة الطوارئ الصحية وتوجه المغرب نحو تخفيف قيود الحجر المنزلي بشكل كبير، يشهد هذا الأسبوع عودة عدد من الخدمات العمومية والإدارية التي كان قد تم توقيفها منذ 20 مارس وسط تدابير وقائية جد صارمة تفادياً للسقوط في فخ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا. وفي موضوع آخر كتبت صحيفة لوماتان، ترأس السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك اجتماعاً افتراضياً حول التحديات متعددة الأبعاد والمتداخلة في منطقة الساحل الوسطى. ويهدف هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه في إطار أعمال قسم الشؤون الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي يرأسه السيد هلال إلى دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتلبية احتياجات الساكنة الهشة في هذه المناطق والحد من المخاطر التي تواجهها. أما الجريدة الرقمية اليوم المغربي كتبت: جرى بالرباط إطلاق برنامج للتكوين لمواكبة الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، ويتكون هذا البرنامج الذي يشرف عليه قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف من 10 دورات تكوينية، ويهدف إلى تعزيز قدرات العاملين مع الأطفال بثمانية أقاليم نموذجية معنية بإطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.